السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نشارك معكم اليوم هالطبق ديال الحوت في الفرن. كيجي رائع، تتبيلة جد رائعة وسهلة. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. هنا عندنا واحد الكمية ديال بواجو رويال اللي فيه هاد الزواق الوردية، ماشي الأسود حيت فيه أنواع. مهم أنا غادي نستعمل معكم اليوم هاد النوع ديال بواجو رويال اللي كيجي رائع في المذاق ديالو، اما مقلي اولا في الفرن اولا مفور، كيجي المذاق ديالو جد رائع. غادي نستعمل معاه هاد التوابل اللي فيها. هنايا خديت شويه الزعتر وازير، عندي خرقوم عرق، شويه ديال الابزار، شويه الملح، ثومه بودر، والكمون والقزبر يابس مطحونين. انا طحنهم بجوج باش كنستعملهم بحال ماكا في الحوت، كنسم بيهم. غادي نخلطهم مع زيت العود. هاد الحوت غادي نغسلو ونقطعو وغنرجع معاكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نستعمل ليها التتبيله هذه والطريقه كيفاش غادي ندخلو الفرن. هنا من بعد ما غسلتو حيد داك الحشو كيف كتشوفوا. مره اخرى ان شاء الله ونشارك معكم الطريقه ديال كيفاش نغسلو. كتاخد شويه الوقت، المهم حيدتو الحشو كامل. غادي نجيب واحد السكين وغنفلحو على هذا الشكل باش تدخلو العطريه. هذا الحوت كيجي رائع، يما نديروه في الفرن اولا شوايه كيف قلت لكم اولا نفوروه. كيجي المذاق ديالو غزال وجد رائع، نتمنى تجربوه ان شاء الله ويعجبكم. هنا مشيت سقطرتو مازال من الماء حيت كان مكونجلي، انا تنقطع فيه والماء تينزل كنتلج. وهنا غادي نجيب زيت الزيتون غنضيفو على هاد التتبيله هادي وغنخلطها، غنخليه يترقد واحد المده ديال ساعه تقريبا. غنضيف ليه واحد الكميه ديال تقريبا جوج معالق ديال زيت الزيتون، غنخلطها انا غير بيدي. لا بغيتو تضيفو عصير الحامض ممكن تضيفوه، ثومه مدقوقه. انا بغيت نبدل التتبيله ديال الحوت اللي موالفين كنديرو بالمعدنوس والقزبر والثومه والتحميره، قلنا نبدلو شويه ونديرو هاد التتبيله ديال الاعشاب العطريه. الا كانت حتى السلميه حتى هي ممكن تطحنوها وتضيفوها لهاد الخليط، هذا كتجي زوينه. غادي ندهنوا بهاد العطريه كامله كيف كتشوفوا، حتى من دوك الفلحات اللي درت بالموس ومن الداخل ولا برا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد التتبيله وتعجبكم وتردوا عليا في لي كومونتير. وكنقول لكم شكرا بزاف للتعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا دائما واللي كتزيد تشجعنا، وشكرا لكم على البارتاج اللي كتعاونوني وكتبارطاجيو مع الناس اهل ديالكم والاحباب ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف، وكنتمنى ان شاء الله يكون دعم للقنوات الصغرى اللي في الحقيقه عندها ما تعطي. وكيف كنشوفوا كاين شي قنوات اللي هي طالعه بشي اشياء اللي هي تافهه، يعني كنتمنى ان شاء الله من الجميع يساعد القنوات الصغرى، القنوات الكبرى حتى هي تساعد القنوات الصغرى باش حتى هما يوصلوا وتعم الفائده للجميع. هذا فضلا وليس امرا، واللي كيحب شي حاجه راه كيتابعها هذا مكان، هادشي اللي نقولوا. وكنشوفوا بعد شي قنوات اللي هي كيف كنقولوا تافهين، اشياء تافهه وكتلقايها واصله للمليون والالاف، يعني بشيء تافه ولكن الحاجه اللي كتكون كنستافدوا منها وداك الشيء ما كنعطوهاش واحد القيمه. يعني بحال ما هكا مثلا الطبخ ولا شي حاجه يعني كيستافد منه الانسان، يعني كيكونوا شي وحدين يلاه مبتدئين وباغين يتعلموا، ماشي بحال شي حوايج اخرى اللي هي عاديه. بلا ما نزيد نهضر اكثر، نتوما عارفين علاش كنتكلم، اللي كتلقاوها دائما طالعه الطوندونس. يعني كنتمنى من الناس ومن كاع المتتبعين ديال اليوتيوب اللي يشجعونا ويزيدوا يشجعونا اكثر واكثر باش حنا نوصلوا حنا الاهداف ديالنا
والهلا يخطيكم علينا وشكرا لكم بزاف. هنا خديت الطاوة ديال الفرن ودرت فيها بابي ألومنيوم، وهنا نسيت ما درتش فوق منه ورق الطبخ. وغادي نحط فيه السمك ديالي، من بعد غنغطيه بورق الطبخ وانا نغطيه ثاني بالبابي ألومنيوم. هنا اللي بغى يضيف الخضر في الطاوة ممكن يضيفها، هي خضر حبيته، انا ما غنضيفهاش هنايا، غادي نقدمها كسلطة. اتمنى تتابعوا الفيديو الى الاخير. هنا درت الفرن باش يسخن، وغادي ندير ورق ديال الفرن فوق من السمك، وغادي نغطي بابي ألومنيوم، من بعد عاد ندخلو الفرن. كيف قلت لكم نسيت وما درتوش من الاول، ومن بعد ملي غادي نحس بالحطاب غادي نزول هذاك البابي كويسون والبابي ألومنيوم، وغنخلي الحوت باش ياخذ ليا الطياب ديالو من الفوق. ناخذ جوج حبات ديال الطماطم والفلفل الحلو، درت ليهم زيت الزيتون ورشيت عليهم الملح والكمون، غندخلهم باش يتشواو حتى هما في الفرن، كيجي المذاق ديالهم جد رائع. الا بغيتي تشوي الفلفله غير فوق البوطه ممكن، الا متوفر عندكم حتى الفلفل الالوان ممكن تضيفوها، والفلفل الحار حتى هي اللي كيبغي الحار. هنا من بعد ما طليت عليه وبان لي طاب، غادي نزول داك البابي كويسون بابي ألومنيوم، وغادي نخليه باش يتحمر مزيان، ما نخلوش حتى يتحرق. هنا هبطته لتحت، كاين اللي كيبغي يكون مقرمل، اللي بغاه يكون مقرمل بزاف يخليه يطيب بزاف، انا خرجته هكا على هذا الشكل، ما بغيتوش يتحمر بزاف بزاف باش يبقاو الفوائد اللي فيه، حيت الا تحرق لينا بزاف ما غاديش يغقع، الفوائد غادي يمشيو اللي في الحوت. الحوت في الفرن كيجي صحي احسن من المقلي في الزيت، القلي في الزيت غير مره. هنا غندوز لصحن التقديم، وضعته في واحد الطبق، وضعت مع دوائر ديال الحامض وواحد الوريقات ديال القزبر والمعدنوس، وهنا غادي نرافقه بواحد سلطه ديال الروز واللوبيا، سطيتها مع زيت العود والثومه والقزبر والمعدنوس، وهذا الروز سلقته ودرت ليه واحد جوج خيزوات محكوكين مع واحد البصله محكوكه وشويه زيت العود وشويه الملح والكمون، وضفت ليهم واحد الفرماج جوج فرماجات متلتين، ومنين طاحوا ليا مزيان في المقله ضفتهم على هذا الروز وضعته هنا في صحن التقديم، وغادي نزينه بالزيت الاسود على هذا الشكل. واللوبيا فورتها وسوطيتها مع الزيت العود والثومه والقزبر والمعدنوس وشويه المليحه والكمون وشويه الابزار غير شويه، وهنا سلطه ماروكان عاديه بالمطيشه والبصله والفلفل الاخضر مقطع باش يبقى محافظ على الفيتامين سي اللي فيه، ما شويتهاش، اللي بغى يشويها يشويها. ودرت الخس حتى هو قطعته، والقليل من الملح والابزار وزيت المائده اولا زيت الزيتون اللي حبيتو، صافي وخلطتها سلطه ماروكان عاديه. وهنايا درت شوريقه ديال الخس وبديت كنستف ديك اللوبيا، وغادي نوضع تما بطاطا حتى هيايا، البطاطا من بعد حتى هي ما غادي نسوطيها على هذا الشكل، غادي نضيف لها الملحه والكمون وشويه الابزار وزيت الزيتون والقزبر والمعدنوس وشويه ديال الثومه محكوكه، وغادي نسوطيها حتى هيايا في المقلاه. اللي بغى يديرها غير هي والزبده وعصير ديال الحامض والعطريه ممكن حتى هي كتجي زوينه، انا فضلت نديرها بزيت العود، شي مرات كنسوطيها بحال ما هكا بزيت العود وشي مرات بالزبده، وكنقطع معاها بصيله مشلضه حتى هي كتجي زوينه. وغنبقى نضيف لها زيت الزيتون باش تنسم ليا مزيان بزيت الزيتون،
الا عندكم الثومه بودر ممكن ترشوها، اولا كيف قلت لكم غير الثومه تحكوها، دريس واحد ديال الثومه كيجي المذاق ديالها رائع. نفس الطريقه اللي كنديروا اللوبيا او الجزر، اما تسلقوهم او لا تفوروهم، من الاحسن يتفوروا، من الاحسن باش يبقاو محافظين على الفوائد والفيتامينات اللي فيهم. هنا الحوت زينته بطريفات ديال الحامض دوائر، والقزبر والمعدنوس طريين، هانتوما كي كتشوفوا الحوت كيجي طري، المذاق ديالو جد رائع بديك التتبيله اللي درت. كنتمنى تجربوه ويعجبكم وينال الرضا ديالكم، وما تنسونيش من لي كومونتير زوينه اللي كتخليو ليا دائما. كنشكركم بزاف بزاف، اللي عجبو لا فيديو ما ينساش يبارطاجي مع الاهل والاحباب، وبالصحه والراحه، والى فيديو لاحق ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم ادمها نعمه واحفظها يا ربي من الزوال.